اشرف داري في الاهلي رسميا وعلى مسؤوليتي ومن غير كلام كتير. وقلت لكم اتعلمت من اساتذتي. ايوه كده يا اخي، نور الاستوديو بالاحمر. ايوه كده، فينك يا شرقاوي انت وجويلي والفولي ومنتصر؟ اصحابي اصحابي الاعداء فينكم؟ فينكم بقى؟ شايف لو قاعدين بس منتصر بصراحة قال انا الدنيا مستقرة معايا مع الشعر الاحمر. فبس فين بقى جويلي بيقول لك نار نار مش متحمل؟ اشرف داري اهلاوي النهاردة بقول لك مليار في المية. تربطني علاقات محترمة مع كثير من الاعلاميين المغاربة، وزي ما قلت لكم انا لا انقل عن احد، ولكن هناك اساتذة وزملاء لينا في المغرب والجزائر وتونس هم الوحيدين اللي دايما ممكن انقل عنهم. لكن سوشيال ميديا والعيال التافهة دي انا ماليش في الكلام ده، انا بحب الاجتهاد. النهاردة الصحفي والناقد الرياضي الكبير والاعلام القدير الاستاذ حمزة شتاوي، وحمزة شتاوي صديق لصديقي عبد اللطيف المتوكل رئيس رابطة الاعلاميين والنقاد الرياضيين المغاربة، وسفيان والمجموعة المقربة لي في المغرب والمملكة المغربية الشقيقة الحبيبة، وبالذات بصراحة يكرمونا وبمتصدق يجوا مصر لكي نبادلهم كرم بكرم. النهاردة حمزة شتاوي اهدانا تأكيدا لانفرادنا، كان في جلسة مع السيد داري زهير والد أشرف داري، وكان هناك صور حصرية لهذا اللقاء، وكان هناك حوار مصور ومتلفز بثه صديقنا المحترم حمزة شتاوي عبر هوسبورت المغربية. اخترت من هذا الحوار ثلاثة مقاطع. طبعا عمنا المحترم السيد زهير داري احنا تواصلنا معاه، ويمكن في هذا التوقيت عنده ظروف عمل، نبطشية عمل، فممكن نلحقه عبال ما يخلص شغله ويكون معانا، وممكن ما نلحقوش على حسب الحلقة. ولكن اللي انا عايز اقوله لحضراتكم اني ابدأ معاكم بفيديو من ثلاثة اخترناهم من حوار المبدع المتألق صديقي الأخ المحترم حمزة شتاوي. خليني أبدأ معاكم بهذا المقطع. وإن كان والد أشرف داري السيد داري زهير لازم يقول لك الأمتار الأخيرة، ولكن ما دار بينه وبين حمزة شتاوي يؤكد أن الأمور كلها قد انتهت، وعلى مسؤوليتي أشرف داري أهلاوي على الرغم أن أنا صاحب السبق من أوله لآخره، ومعي فريق العمل ومحمد صلاح والمجموعة اللي اشتغلت على الماريكات ومعايا وكانوا نجوم على السوشيال وفي قناة الشمس. أسمع معاكم أول مقطع. اللي خاصو يعرف الجمهور الودادي أن أشرف راه ماشي ما بغاش يجي للوداد، وماشي انه تبع مثلا ماده على الوداد ولا ما. اشرف ما بيدو حتى شي حاجه، اشرف ما بيدو يعني بريست، فريق نادي بريست هو اللي كيتحكم في اشرف دابا حاليا، لان الكره عنده حيت باقي عنده موسمين. الوداد بغا تجيب اشرف، وحنا بغينا نجيو الوداد، والدليل وانني اتصلت بالرئيس هشام ايتمنى على اساس ان اشرف غادي يجي للوداد، وايتمنى فرح ورحب بالفكره وما خلى ما دار، وجلس معاه جوج مرات. والدليل هو ان انسان يسول الرئيس هو باقي في الحياه بان اشرف بغى هو اللي بغى يجي للوداد، هو اللي عرض راسه على الوداد. من اللي ايتمنى بغى يجيب اشرف سميتو لقى بان بريس كطالب فيه مبالغ خياليه، يعني ما
ما استطعتش مثلا نقدر نقول بان الوداد قدر تجيبه لان مبلغ يعني بزاف، حتى بالنسبه للفرق الاوروبيه، فرق اوروبيه ملي بغاو ينتدبوا اشرف كانوا باغينو بريطي بلا عقد شراء، مي بريس ماشي كترضع سبعه لان بقى لي عامين غادي يمشي عام وغادي يعني راه كلشي فاهم هاد الفكره. واخا غيجيو الجمهور يقول لك علاش اشرف يمشي مثلا السعوديه ولا يمشي لدوريات اخرى وما يجيش للنادي الاهلي، حتى واحد ما وصل لهذاك البارم اللي وصلت ليه الاهلي. الاهلي عطات داكشي اللي طلبات بابريست، اش غيدير دابا مثلا الدوريات الخارجيه؟ بريست ملي كيسمعوا الدوريات الخارجيه راه كيطلبوا 7 مليار 8 10 ملي كيسمعوا، مي اوروبا راهم عارفين. الصبليون جاو ثلاثه الفرق، الصبليون جاتو اسبانيول بارسلون جاتو ريو فاليكانو اللي هي حاليا الان باقين واقفين تما داخلين في, في في الخط، وريو فاليكانو و اسمي خطافي تما قال لك اودي هاد الباريم ديال باش عقد شراء زي شويه فهمتي، والصالير مزيان. واخا اندير ليخت الدوري في الدوري البلجيكي، الدوري البلجيكي نفس المسائل يعني تما كيقول لك اودي يعني ناخذ بريطي وابخي كيقولوا لهم نادي بيس كيقول لك لا اما يتباع ولا غيبقى، الا بقى غادي يبقى في بنك احتياط. علاش؟ صديقنا الاعلامي الكبير حمزه شتاوي كان حريص انه يبدا المشوار من اوله مع السيد داري زهير والد اشرف، وعجبني جدا انه قال له ان الامر في ايد بريست الفرنسي لبيع اشرف لان ما زال في عقده سنتين للي مش فاهم اللغه المغربيه يعني، ودائما هم في فرنسا او في اوروبا يسمعون عن الفرق العربيه ويروحوا على طول للخليج فيبالغون في الاسعار والارقام، ولكن طوال الوقت كان الاهلي مصمم، وكنا بالنسبه للاهلي او اشرف بالنسبه للاهلي شيء كبير، والاهلي كان مصمم ان يجلب اشرف، ولكن فيما يخص الوداد فامر الوداد ليس بيدينا، يعني بيرد على اخواننا المغاربه اللي بيتهموا اشرف بالتخوين المتعصبين، لان طبعا الوداد دول حبايبنا ومن حبهم في مصر سموا نادي الوداد على اسم وداد للفيلم الشهير للعظيمه ام كلثوم، فدايما ما بيننا وبينهم الود والاحترام، نحن ضد التعصب والمتعصبين. فبيقول لك ليس بيدينا موضوع الوداد لان بريست ما زال في عقده مع اشرف سنتين، كمان هناك يعني علاقه ليست على ما يرام ما بين الوداد وبريست بسبب السيد رئيس النادي السابق او فيما قالوا او اوضحوا في هذا الامر. ولكن عجبني جدا صديقي المحترم حمزه شتاوي لما حب ياخد منه السبق بتاع التوقيع، وزي ما قلت لكم هو جزم ولكن ما يقدرش يقول بنسبه 100% لانها هي امور يحسمها في النهايه الناديين، فقال له الرتوش الاخيره وخلاص الامور بتنتهي، وده اللي هتسمعوه في اللقاء باكمله على هوسبورت وكمان من خلال المقطع اللي جاي. خويا المفاوضات مع الاهلي دابا غاده في غاده مزيان يعني ما كاينش اشكال، كيبقى واحد بعد جزئيات بسيطه باش ينتقى ان شاء الله النادي الاهلي، ما يعني ما كاينش شي عراقيل ولا شي حاجه، لان النادي الاهلي بريست اللي قالتها كيقول لهم اوكي اوكي اوكي. اش غادي نقول لك بالنسبه مثلا للعبات الاهلي مع الوداد، خصهم يعرفوا واحد القضيه، حتى شي واحد ما غادي ينكر الحب ديال الوداد، ويعني داكشي اللي دوزنا مع بطبيعه الحال غادي نبغي انا الوداد، واخا ولدي كيلعب مع الاهلي
بطبيعة الحال غنبغي الوداد، لأن أنا كودادي الأب ديال أشرف أنا محب الوداد، ما حتى واحد ما يحيدها مني ولا يحيدها ليا، ما كاينش شي واحد يقدر يقول لي أنت ماشي ودادي ولا يحيدها ليا من فمي. بالنسبة لولدي هذاك موظف كيدعم مع أي نادي، اللي يلعب معاه خاصو يعطي، لأنه هو كيتخلص على اللعب ديالو، يعني في كل حالتين أنا ربح، ربح الوداد إلا ربحات أنا فرحان، ربح أشرف أنا غير نفرح غير الأول. أنا ربحان، أشرف في الأهلي أنا ربحان، وأشرف مدام موجود في الأهلي أنا فرحان، وأشرف عايز الأهلي وأنا مبسوط. مش أنا قلت لكم امبارح أدي أشرف داري في الجيب ده أهو، وأدي محمد علي بن رمضان في الجيب ده، وأدي عمر الساعي، ويتبقى المهاجم اللي عليه كل ساعة خبر جديد. لن تجدوا إلا الدقة معنا. أشرف داري أهلاوي، صديقي العزيز الإعلامي الكبير والناقد الرياضي المحترم حمزة شتاوي هاتفيا معنا من المغرب. سلام عليكم يا حمزة. وعليكم السلام زميلي وأخي العزيز، سعيد بالتواصل معك، سعيد بالتواجد معك، وأتمنى إن شاء الله أن يعني تكون هذه الإطلالة فيها إضافة وفيها إفادة للجمهور المصري والعربي الكريم. أولا أحييك من القاهرة، وتحية موصولة عبر زوم إليك في المملكة المغربية، وتحياتي لعبد اللطيف المتوكل وكل أصدقائنا الأعزاء والإعلاميين الأفاضل، وأنت من الإعلاميين المحترمين ذو الثقة، وأنا دائما بأثق في أخبارك جدا. والله يا أخي العزيز أنا أحيي فيك هذه القيمة الإعلامية الكبيرة وهذا النبل الكبير، لأنه هذا هو الأهم. أنا دائما أرى فيك ذاك الإعلامي الشامخ الحريص دائما على الروابط الأخوية ليس فقط بين مصر والمغرب، وإنما بين جميع البلدان العربية، وهذه هي القيمة الجوهرية في كل إعلامي في كل بقاع العالم. تحياتي إليك، ودائما المغرب ومصر شعب واحد، لغة واحدة، ثقافة واحدة، أخوة دائمة وروابط قوية منذ سنوات خلت، وستظل بإذن الله على الدوام. احنا كده قاعد لنا ثلاث لعيبة وهنبقى منتخب المغرب في النادي الأهلي يا حمزة. أعد لنا إن شاء الله أكيد نتمنى كل التوفيق. يعني يتبقى لنا ثلاث لعيبة يعني من عشان الصفقات قوية، حتى النت مش متحمل. المنتخب المصري والأندية المصرية المونديال الأخير، فهذا يدل على أنا كده سامعك كويس. يبدو أن في مشكلة عبر الأثير، ولكن خليني أقول لك حوارك اليوم مع السيد زهير داري قلب الموازين وتحول لحديث الوطن العربي. فمنذ ساعات انفردت بأول تصريحات مباشرة صوتا وصورة، وحوار مصور مع السيد زهير داري أكد فيه أن النادي الأهلي المصري قاب قوسين أو أدنى أو أنهى كل شيء يتبقى الرقوش الأخيرة في صفقة أشرف داري. أولا شكرا جزيلا لك أخي العزيز، وشكرا لك على هذه الإشادة، دائما منكم نتعلم. أكيد اليوم كما تابعنا جميعا يعني في خضم هذه التقارير الإعلامية المتكررة والمترددة من مجموعة يعني من المغرب ومن مصر حول اقتراب أشرف داري من مجاورة فريق الأهلي المصري ليكون بذلك ثالث لاعب مغربي في فريق القرن بعد رضا سليم ويحيى عطية الله. فكان تواصل مع والد أشرف داري، وحاولت يعني أن أصر على أن يكون الحوار مصور من أجل أن نسمع الخبر من المصدر. والد أشرف داري يقول على أنه
غاية صباح اليوم الجمعة، يقول على هو اللاعب أشرف داري، والاتفاق سيكون بعقد يمتد ل4 سنوات، وتحدث أيضا على أن التأشيرة الخاصة يعني بدخول التراب المصري خرجت لأشرف داري، وداري يستعد فقط للسفر إلى مصر. وعندما سألناه عن موعد السفر قال بعد المباراة القادمة لنادي ستاد بريست، أعتقد ستكون أمام فريق لانس إن لم تكن الذاكرة في الدوري الفرنسي، بعد غد الأحد، بعد ذلك سيسافر إلى مصر من أجل التقديم. هذا الكلام كله على لسان والد أشرف داري، وأكيد الوالد ينقل عن نجده اللي هو أشرف داري واحد من اللاعبين المميزين. في الثقة الثانية، وهذه نقطة أشير يعني أسطر عليها، أنا شخصيا يعني أعرف أشرف داري من لما كان لاعب في الدوري المغربي، فترة قصيرة اللي قضاها مع المنتخب، فأقول أشرف داري يوقع في الأهلي أو أي نادي ربح لأي نادي يلعب له، لأنه لاعب بكاريزما كبيرة، لاعب في خط الدفاع يعني يعطي قيمة كبيرة جدا لخط الدفاع. أنا أعرف عبد المنعم كذلك قيمة كبيرة وقيمة ثابتة، لكن في حال ما رحل عبد المنعم عن فريق الأهلي وتم التعاقد بشكل رسمي مع أشرف داري سيكون قيمة ثابتة، وأعتقد على أنه مقامه سيطول في فريق الأهلي المصري لأنه لاعب في قيمة كبيرة وكبيرة جدا. إذن يمكن أنا بعد ما كلمتك على الفور وبعلاقاتي مع بعض الأصدقاء الدبلوماسيين في الخارجية تأكدت أن أشرف داري بالفعل حصل على التأشيرة المصرية بدخول الأراضي المصرية، وأن النادي الأهلي يجهز له تيكت السفر قادما من باريس إلى القاهرة عقب مباراة الأحد، وربما يكون الثلاثاء في القاهرة إن شاء الله الاثنين أو الثلاثاء لإجراء الكشف الطبي والإعلان الرسمي. ولكن بحكم أنك بخبرة طويلة في تغطية المنتخب المغربي وتربطك بالمحترفين علاقات قوية وقوية جدا، هل من خلال والد أشرف أو السيد داري زهير أو من خلال علاقاتك الشخصية وصلك انطباعات أشرف لو تقدر أو لو عندك معلومة وشغفه في اللعب للنادي الأهلي؟ أكيد هو أشرف داري يعني في حال ما لعب للفريق الأهلي المصري فأكيد سيكون قريب جدا من العودة للمنتخب المغربي، لأن الأهلي نتحدث عن بطل إفريقيا، عن واحد من أفضل الأندية على الصعيد العربي والأفريقي، نادي كذلك ينتظر كأس العالم للأندية، دوري أبطال إفريقيا صار بالتخصص، المسابقات المحلية. فأعتقد أن اليوم هذه الخطوة إن تمت لأشرف داري، وأكيد كما جاء على لسان والده على أنها تمت يعني بشكل نهائي بعدما تم الاتفاق بين جميع الأطراف، نادي ستاد بريست والاهلي المصري وكذلك وكلاء يعني وكيل اعمال اشرف داري، فاكيد هو قيمه كبيره. اليوم فريق الاهلي المصري في حال ما حسم الصفقه، لانه دائما نتحدث عن الامور الرسميه تبقى غير، اذا ما تحسم الصفقه بشكل نهائي فسيتعاقد مع لاعب كان مطلوب في خطافي، خطافي اكيد نعرف قيمه هذا النادي، لاعب مطلوب في رايو فايكانو، مطلوب كذلك في نادي اسبانيول، مطلوب في اندرليخت، مطلوب في انديه فرنسيه، مطلوب في فريق الام الوداد الرياضي، فبذلك كل هذه القيمه الثابته ان حصل عليها فريق الاهلي المصري بدون ادنى شك عزيزي زيدان سيكون اضافه كبيره وكبيره جدا للفريق القائم. يعني يتبقى أن أسألك على ردود أفعال تعاقد يحيى عطية الله مع النادي الأهلي، وأعتقد أن وجود يحيى عطية الله قبل إتمام التعاقد مع أشرف داري كان له مفعول السحر في إنهاء هذه الصفقة، لأن نفس الشغف الذي من أجله ترك أشرف داري إسبانيول وترك هذه العروض الضخمة في أوروبا شجعته كثيرا عندما رأى يحيى عطية الله داخل جدران النادي الأهلي. أكيد، وأنا يحيى عطية الله يعني صديق مقرب أعرفه منذ سنوات طويلة، يعني حتى منذ بداياته الكروية بشكل شخصي، ربما القواسم المشتركة بينه وبين أشرف داري هو الاجتهاد، يعني لاعبان مجتهدان على أعلى مستوى، فأكيد ربما يكون كان هناك تواصل بين أشرف داري ويحيى عطية الله، وكذلك حتى أشرف داري يعني الفترة التي يمر بها في ستاد بريست، وكذلك اللاعب المغربي يعرف قيمة النادي الأهلي كما اللاعب المصري يعرف قيمة الوداد والرجاء، فهذه الأندية الكبيرة دائما قيمة وقامة كما نقول، فبذلك أعتقد على أنه اليوم إذا ما جاور عطية الله أشرف داري في نفس الفريق، ضف على ذلك المهاجم رضا سليم الذي لا نعلم هل سيبقى في الأهلي أم لا، ولكن نتحدث عن اللاعبين بأسماء كبيرة، شفنا ما قدمه أشرف داري حتى في مونديال قطر 2022 وإن كان احتياطي، والهدف الذي سجله
في مرمى منتخب كرواتيا. الفريق البلجيكي الذي لعب له لستة أشهر ساهم في أن يبقى في الدوري الدرجة الأولى وسجل 3 أهداف رغم أنه مدافع في 6 أشهر. كذلك مع فريق الوداد الرياضي أسهم بشكل كبير، وهذه بشهادة وليد الركراكي المدرب السابق للوداد المدرب الحالي للمنتخب المغربي أنه أشرف داري أسهم بشكل كبير في مجموعة من تتويجات فريق الوداد الرياضي. اليوم نعلم كذلك ونتابع ردود فعل يعني الجمهور الودادي الغاضب ربما من أشرف داري لأنه كان يتمنى أن يعود إلى فريق الأم الوداد على حساب الأهلي. اليوم نتحدث عن لاعبين بقيمة كبيرة، كذلك يحيى عطية الله كان وراء أكثر من هدف في كأس العالم 2022، قدم مباريات كبيرة حتى في روسيا مع فريق سوتشي الذي لعب معه 6 أشهر، كان من بين أفضل الأظهرة في الدوري الروسي، كان فريق لوكوموتيف موسكو يرغب بقوة في استعارة اللاعب. مجموعة من الأندية، فريق الاتفاق السعودي سبق وأن قدم عرض رسمي يعني للاعب يحيى عطية الله. فبذلك هؤلاء لاعبين بقيمة كبيرة ثابتة وإن شاء الله يقدموا الإضافة الكبيرة في فريق كبير من قيمة الأهلي المصري. يعني لم يتبقى لي غير أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وكنت سعيد جدا أخي حمزة شتاوي، أهنيك لك السبق. أنا أسعد أخويا لك السبق. أشكرك شكرا شكرا جزيلا أشكرك شكرا جزيلا لك السبق، والسبق يعود إلى أهله. حمزة شتاوي يعلن حصول اللاعب أشرف داري على التأشيرة المصرية وإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية، وأنه يجهز أموره للسفر للقاهرة بعد مباراته مع فريقه بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم. يحيى عطية الله كان عنصرا مهما زي ما شرح حمزة شتاوي وزي ما اكد لنا، يعني دعك من كلام والده لان ما حدش يقدر يجزم الا لما التيشيرت يتمسك، ولكن نحن مع طيف مع طرف الخيط نسير. هاتوا لنا محمد صلاح لو سمحتوا. مع طرف الخيط نسير الى النهايه، هو سبقنا، ولكن حمزة شتاوي كان له السبق اليوم في الاعلان الرسمي عن انهاء كافه الامور و انهاء المفاوضات والتأكيد على ان يحيى عطية الله مع اشرف داري في الاهلي، وعلى ان اشرف داري انهى كل اموره وكمان حصل على التأشيرة. لم انتظر، انا اثق في حمزة جدا لانه من الصحفيين الكبار، ولكن لم انتظر مجرد تأكيدات حمزة، ولكن اجتهدنا وتأكدت انه تم استخراج التأشيرة ووصولها لأشرف داري، وإن التيكت يعني خلال ساعات حجز الطيران سيكون مع أشرف داري وسيكون في القاهرة الاثنين أو الثلاثاء على أكثر ويعني التقديرات الممكنة. إذن أشرف داري رسميا في النادي الأهلي على مسؤولية عبد الناصر زيدان. الناس بتقول لك يحيى عطية الله وأشرف داري، لكن لازم تعرف الأهلي فين.